السلام عليكم، انا اسراء الزياني، كندرس في مدرسه جابر بن حيان. اليوم اجتازنا امتحان الفرنسيه والتربيه الاسلاميه. صراحه فرنسي كانت سهله بزاف، كنا بريباري الليله وكذا، قلناش متوقعين انا عطيح لابوات، ولكن كل شيء في المكتب. والتربيه الاسلاميه حتى هي سهله بالحق، الاسئله شويه معقدين، عطاونا واحد صيغه السؤال اللي هو صعيب علينا حنايا شي حاجه، وكنتمنى التوفيق للجميع. فترة المسائية احنا مستعدين صراحة، وكيف ما كانت ان شاء الله غادي نتقاتلوا باش نجيبوها وصافي. بالنسبة الناس اللي كيعاولوا على الغش وكذا، الصراحة هو ما كيسلكش، كي نقدر نقول لك يسلك 1%، فهمتي؟ تكون شي حاجة نسيتيها ولا كذا، يعني في الواحد كيخصو يعتمد على الحفظة ديالو، كيخصو يبريباري من قبل، لأن هذا الجهوي هذا ماشي لعب. باقي العام اللي ما يجي ان شاء الله الوطني كذلك، وكنتمنوا التوفيق للجميع وشكرا بزاف. السلام عليكم، معكم أميرة رزق من جابر. اليوم كما كتشوفوا الأجواء الجهوي، امتحان جهوي، حنا جهة طنجة تطوي الحسيمة في تطوان. صراحة في الصباح بالنسبة لي وبالنسبة لصحابي وهذا، ما كانش فينا شي ستريس وهذا، ولكن ملي دخلنا مع شفنا الحراسة هيدا شددوا شي حاجة، كاين اللي تعاملوا صراحة، كاين أساتذة الله يجازيهم بخير تعاملوا معنا، وكاين طبعا الاساتذه كيبقاو كيختلفوا، كاين اللي يزيروا هذا. بالنسبه للفرونسي كيف ما كيقول كل شيء راه سهله، باقي السؤال دابا ديك على سوبوردوني وشغلاتيف ولا كومبليتيف، باقي كل شيء كيساقسي كومبليتيف. المهم والتربيه الاسلاميه بحال اللي قالت صديقه اللي قبل، راه كتعتمد على الفهم اكثر من الحفاظه. ما جابوناش الدروس بزاف، ما جابوناش الدروس كاملين اللي نقدروا زعما اللي كنا حنايا مركزين عليهم للحفاظه، نقدروا نقولوا زعما قولبونا عملوا فيها فاهمين. ديك الشيء عصرونا اللي في باله شي هضره خصو يخرجها، فهامه خصو يفهمها بزاف. السيد لالات ساهلين، انا صراحه كنت حافظه السيد لالات، ما حافظاش الدروس كاملين بالضبط، ولكن حافظه السيد لالات بهم باش خرجت. خصك يكون عندك واحد شويه الفهم، طريقه الكتابه وخرج وصافي. دابا انا العربيه ان شاء الله نجوزوها مزيان، غدا اجتماعيات هي اللي فيها منها التخوف شي حاجه، ولكن الله المستعان. شكرا. بسم الله، السلام عليكم، انا طالب اولى بكالوريا علوم رياضية في ثانوية جابر بن حيان. بالنسبة لامتحان الجهوي الحمد لله كان ميسر، وحتى بالنسبة للحراسة كانت ميسرة الحمد لله، والأجواء كانوا مزيانين، وبفعل هذه الإضرابات الحمد لله الأساتذة تعاملوا معنا ووقفوا معنا، وكنبغي نعطي شكر خاص لجميع الأساتذة اللي دعمونا ووقفوا معنا، خاصة الأستاذ أقباي والداودي وكريمة الريسوني، وإضافة حتى على الأستاذ الشاعر. واليوم دابا أنا في فترة المسائية إن شاء الله من 3 ل 5، وغدا إن شاء الله من 10 من 8 من 10 ل 12 إن شاء الله نساليو هذا العام اللي دوزناه بالحفاطة وهذيك، والله ما يسر جميع المسلمين إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم، أنا قصة أي تيمحان، تلميذة في جابر بن حيان في تطوان. جوزنا في الصباح الفرنسيه والتربيه الاسلاميه، صراحه كان شويه ستريس، حسينا شويه بالضغط، خصوصا جازت ايام الاخريه كاملين كان بريباريو فيها. جوزنا فرونسي طحتنا لا بوطا ميرفي، صراحه كنا متوقعينها، وطحتنا لا برودكسيون اكريت على طرافاي اون غروب ولا انديفيديوال، صراحه سهلوا علينا بزاف في برودكسيون اكريت. التربيه الاسلاميه صراحه دابا في العشيه عندنا اللغه العربيه، صراحة هي اللي خوفانة منا وستريسية منا، ولكن ما يكون ان شاء الله غير خير. انا سارة من تطوان، كان عندنا اليوم امتحان الجهوي، دوزنا في الصباح فرنسي والتربية الإسلامية. فرنسي كانت سهلة، الحراسة ما كانتش على سم زيرة، الفرنسي كان في المتناول صراحة، اللي خدم كان عيجاوب، اللي ما خدش طبعا ما عيجاوبش. التربية الإسلامية سهلة، ولكن خص يكون نادم فاهم اكثر من اللي حافظ، خص يفهم الدروس وصافي. الحراسة هي كانت مشددة شوية في التربية الإسلامية وصافي. في العشيه اليوم عندنا العربيه، العربيه صراحه فيها تخوف شويه من الناحيه ديالي، ما عنديش مع العربيه بزاف، وكنتمنى كل شيء ينجح يا ربي وشكرا. السلام عليكم، معكم ايه بنيارو، تلميذه في جابر بن حيان من تطوان. كنبغي نشكر الاساتذه ديالنا في الاول والاباء ديالنا ماما وبابا، حيت عاونوني واستفدوا معايا وعطوا لي الاستفاده اللي عندهم والمعلومات اللي عندهم. كنقول بان الامتحان كان في المتناول، اي واحد راجع كان عيجاوب. الحراسه كانت شويه متشدده، ماشي شي حاجه، مهم كانوا شي حاجه تقصحي معنا. كنبغي نشكر اول حاجه الاساتذه ديالنا، حيت تعاونوا معنا بزاف هذا العام، وكنتمنوا لكل التلاميذ اللي دوزوا الجهوي هذا العام يكونوا ناجحين ويجيبوا النقطه اللي بغيوها.